رب العالمين خالق الكون ومبدع الوجود في أحسن تقويم، فتبارك الله أحسن الخالقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رافع السماء وواضع الأرض، وهو أرحم الراحمين. وأشهد أن سيدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمةً للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله، يرحمكم الله وتفوزوا بتيسيره وتنالوا هداه، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، إن ربنا تبارك وتعالى دعانا إلى النظر والتفكر في هذا الكون العظيم، في سمائه وفي أرضه وبره وبحره وسهوله وجباله ونجومه وكواكبه وحيواناته وأشجاره وصخوره وترابه، وثمة خلق كثير لا يعلمه إلا الخالق سبحانه جل في علاه، بل إن الخلق لا يتوقف، ففي كل يوم خلق جديد، كل يوم هو في شأن. وما من قول أكمل بناء ولا أحسن بيانا ولا أدق تصويرا لهذه الحقيقة العظيمة الكبيرة من قول الخالق الأجل سبحانه جل في علاه: ويخلق ما لا تعلمون. وما أكثر الآيات عباد الله التي دعانا الله تعالى فيها إلى أن ننظر ماذا في السماوات والأرض، وإلى التفكر، بل إن التفكر عبادة وهي قليلة إلا من رحم الله، قليلة إلا عند من وفقه الله عز وجل، لأن التفكر مدعاة إلى استكانة القلب وتجديد الإيمان وتجديد اليقين بالله عز وجل وبعظمة وجوده وخلقه وقادريته سبحانه وتعالى. دعانا الله تعالى إلى التفكر في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. وإذا كانت عباد الله هذه الدعوات الربانية لفتاً لانتباه الناس إلى عظمة الخلق ليعرفوا بها الخالق جل جلاله، فهي أيضاً من جهة أخرى دعوة ملحة إلى الحفاظ على هذه المخلوقات، أن نتفكر فيها ثم أن نحافظ عليها وفقاً لسنن الله التي أوجدها عليها. فإن القضاء على خلق الله بأي وجه من أوجه القضاء والإفساد بغير وجه حق لهو تفويت للغاية من خلقها، فالله تعالى لم يخلق الخلق سدًا وهملًا لغير غاية، وإنما لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. إذن فالتصرف على خلاف ما أراد الله عز وجل تفويت للغاية من خلقها وتشويه لوجه هذا الكون الجميل الذي خلقه الله تعالى جميلًا، وهو سبحانه جميل يحب الجمال. وما الحفاظ عباد الله على البيئة بكل مدخراتها ومفرداتها وعناصرها إلا خصلة من خصال هذا الإسلام، هذا الدين العظيم، وشعبة من شعب الإيمان. وقد كان الإسلام سابقًا إلى الأمر بالحفاظ على البيئة وعلى المدخرات والمقدرات كما سبق إلى كل فضيلة، بل إن الإسلام عباد الله لم يدع أن ينادي بالحفاظ على البيئة فحسب، بل دعا أيضًا إلى الزيادة على ما هو موجود، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولكن في حدود لا تخرج بذلك إلى الإفساد والتغيير والتبديل. وما ذكر الحرث والزرع والحصاد واستعمار الإنسان في الأرض في القرآن الكريم وفي سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ما ذلك كله إلا إشارة إلى هذا المعنى،
ودلالة على هذا العمل، على هذا العمل الزاكي. وأي شيء أدل على الحفاظ على البيئة من أن يأمر المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم بغرس الفسيلة أي الشثلة التي تكون في يد الإنسان والقيامة تقوم؟ ومعلوم أن القيامة إذا قامت انتقل الناس من حياة إلى حياة أخرى، من وجود إلى وجود آخر، فما الغاية إذن من غرس هذه الفسيلة مع أن القيامة تقوم ونظام الكون يتبدل؟ يقول عليه الصلاة والسلام، الحديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح: إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها، لأن الإسلام يربي أتباعه على أن يكونوا بنائين لا هادمين، مجتهدين لا كسالى ومتخاملين. وما هذا أيها المؤمنون إلا إرشاد لهذه الأمة المباركة أن تجعل الأرض خضراء تسر الناظرين. وإذا كانت هناك مبادرات معاصرة لزراعة أعداد من الشجر في هذا الزمان للاستفادة منها في شتى أنواع الاستفادات كالأكسجين وغير ذلك، فإن نبي الهدى سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم دعا إلى جعل هذه الأرض خضراء منذ ما يزيد على 14 قرنًا، والدعوة مستمرة ولو قامت القيامة كما سمعتم وعرفتم. وفعل ذلك عباد الله عبادة من أزكى العبادات وقربة من أجل القربات. فكان من استجابة الناس إذن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أن يسعوا فرادى وجماعات لجعل قراهم ومدنهم ومحيطهم ومجتمعاتهم على الحال التي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم بادر بنفسه، فقد غرس عليه الصلاة والسلام الشجر بيديه الكريمتين، فكان صلى الله عليه وسلم فعالاً قبل أن يقول بلسانه فقط. ولسان حاله صلوات ربي وسلامه عليه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذا وإن من وجوه الإفساد في الأرض عباد الله بعد إصلاحها قطع الشجر ضراراً، أي لغير حق ولمجرد الإفساد أو لمجرد بعض المآرب التي لا اعتبار لها في شريعة ولا في دين ولا في دنيا. ولو كان ذلك ملكاً للإنسان، حتى وإن كانت في ملك الإنسان، فالشريعة تنهى عن قطعها ضراراً أي بغير حق، فكيف بالشجر الذي لا يكون في ملك الإنسان أو ملكاً للعموم؟ وقد أثر أن من معاني قول الله تبارك وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذكر بعض المفسرين في معنى هذه الآية، وهو تفسير من نوع طبعاً بالمثال، يقول: لا تغور الماء المعين ولا تقطع الشجر المثمر ضراراً، وقطعه ضراراً قطعه من غير حق. عباد الله، يقاس طبعاً ويدخل في هذه الآية العظيمة، وهي معلم من معالم المحافظة على سنن الله الكونية كما أرادها سبحانه وأوجدها: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. كي يقولين الله عز وجل: لقد أصلحت لكم الأرض لكي تحيوا فيها لا لكي تغيروها وتبدلوها. ولذلك لنعلم أن من المخططات الإبليسية التي توعد بها إبليس إغواء الناس وإضلالهم حتى يسقطهم في شراكه وكنفيه أن يأمرهم بتبديل خلق الله. قال الله تبارك وتعالى على لسانه: ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. وتغيير خلق الله دخل في شحال المسائل: تغيير منار الأرض، تغيير الجينات، تغيير كل ما من شأنه أن يبقى على سنة تدخلت فيه يد البشر بالإفساد والتبديل والتغيير، والنتائج ويلات عاجلة فضلاً عن الويلات الآجلة، نسأل الله السلامة والعافية. أيضاً من تبديل خلق الله تبديل القيم، لأن فطرة الله خلق الخلق عليها. ولذلك أعداء الدين عموماً وأعداء الإسلام خصوصاً يسعون جاهدين مكراً بالليل والنهار إلى تقويض العقائد وتقويض القيم والأخلاق، حتى تصبح أو يصبح الناس منسلخين لا قيم لهم، وكأنهم مادة من جملة المواد.
ما عندهمش قيم، ما عندهمش فطر، وذلك تقطعت الأواصر وتقطعت العلائق، وأصبح كل واحد يعيش أنانيته، أنا ومن بعدي الطوفان. هكذا يريدون أرباب الفلسفة المادية الغربية والحضارة اللي كتدعي أنها التطور، هادشي اللي بغاو يديرونا حتى يقطعونا عن قيمنا. أضف إلى ذلك التغييرات اللي دخلت الآن في الجينات وفي المأكولات وفي المشروبات وفي الأدوية وفي غير ذلك، كل ذلك مخطط يهدف إلى نتيجة واحدة، وهي تحقيق رسالة إبليس في هذه الأرض التي قال عنها الله تبارك وتعالى عن لسانه: ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرد بنا إليه ردا جميلا، وأن يجعلنا محافظين ذابين عن القيم والعقائد التي نشأنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نلقاه سالمين مسلمين على الحوض، لا حرمني الله وإياكم ذلك، فنشرب من يده الطيبة المباركة الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأجرني وإياكم من عذابه المهين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.